عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم صبايا؟ شو أخباركم؟ اليوم بدنا نعمل خلطة الحنة مع القرمز. بدنا نشوف كيف طريقة خلط الحنة مع حجر القرمز والكميات. طبعاً الطول نحكي نص الظهر، تمام؟ مهم طبعاً أنكم تعرفوا إنه إحنا هلأ راح نحط الحنة، راح نحط معاها مي دافي تقريباً، والمي والحنة بتنترك 5 ساعات لست ساعات لتتخمر. الحنة الحمراء طبعاً بدكم تختاروا لون حنة أحمر، يعني مش أسود مش بني، عشان تاخدي اللون الأحمر. أوكي، تتركيها تتخمر 5 6 ساعات. والقرمز نفس الإشي، طريقة الخلط موجودة للقرمز في الفيديوهات السابقة، بس هلأ رح نحطها مع الحنة عشان تشوفوا كيف الخلطة، وبنصور لكم كيف بعد الخلط. تمام، الحنة، وراح نضيف عليها الماء الدافية، دافية سخنة، بس يعني كل ما كانت أدفى كل ما كان أحسن. وهي الكمية كتري كتير لأنه الحنة بتسحب الماء، تمام، فرح يصفي عندك عجينة كتير تقيلة، فكتري الماء. أوكي، نعم، المي على الحنة، المي الدافية، بدنا نضيف القرمز. شايفة قديش الحجر؟ الشعر لنص الظهر أطول شوي، أوكي؟ بس بدون طحن، بدون فرم، بدون أي شيء. المي الدافية أو السخنة رح تتكفل بإنها تدوب لك الحجر. هاي شايفين؟ وإحنا قاعدين عم نخلط، هي بلش يدوب. طبعاً الحلو في الموضوع إن القرمز لو صبغتي مثلا، عملنا الخلطة اليوم سواء عملتيها عزيزتي بالكريم الشعر حمام الزيت أو كريم الشعر، وتركتيها أسبوع شهر شهرين وجيتي بدك تستعمليها مرة تانية، تقدر تستعمليها بكل سهولة وكل بس شايفين وبكل بساطة، يعني ما بتخرب العجينة، بتضلها موجودة. اوكي، شايفين؟ هي ضبط لكم الضوء عشان تنتبهوا، يعني 4 ساعات 5 ساعات الصبغة راح تكون جاهزة للاستعمال، ولا تخافوا انه انها سائلة، الحنة راح تسحب كل المي، وممكن وعلى الأغلب رح تضطروا إنكم تضيفوا مي. هلأ إذا أنت مثلا كمان 4 ساعات 5 ساعات لقيت العجينة كتير تقيلة، عجينة الحنة، ضيفي مي دافية برضه وتركيها كمان ساعتين، مش تضيفي مي وتستعمليها على شعرك، لا، بدك تضيفي مي وتتركيها كمان ساعتين. وإنت بتخلطي رح يبين معك، يعني أنا هلأ عم ببين معاي إنه أنا رح أحتاج إني أضيف كمان مي سخنة لانها كتير. هلا ما تخافي انك انت كترتي حنه، اللي تنسيش انه الحنه تقريبا يعني زي الرمل زي التراب بتعلق بالشعر، ف ما تقلقي اذا انك انت كترتي حنه عشان بدك تستفيدي، انت بدك تاخدي كل الفائده، هي لما تكتري بيكون احسن وفائده اكثر لشعرك. هلا زي ما انتم شايفين كيف لونها صار، زين شايفين كيف القرمز قاعد عم بيدوب بدون ولا فرم ولا توسخي ولا تعملي اي شيء. المهم انتو لازم تحطي فازلين حوالين رقبتك وحوالين جبينك وعلى دينك عشان ما توسخي حالك. صبغتي وسخت الدنيا، لا تصبغي بكفوف عادية تبعت الصبغة، ما بتزبط حبيبتي، اصبغي بكفوف جلي. توسخت المغسلة، توسخت الأرض، طبعا بدك تشيلي أي سجادة أي محل، ولا تصبغي في غرفة النوم نهائي، الصبغ في الحمام. توسخت المغسلة، توسخت الأرض، سفنجة خصوصي طبعا، يعني سفنجة مستعملة بتكيش إياها، سفنجة جديدة بتحطي عليها نقطتين هايبكس وبتمسحي، برجع كل إشي نظيف. تلبسي أسود، لا تلبسي بني ما رح يطلع، لا تلبسي اي لون وتحكي لي كيف يطلع ما رح يطلع. بتستعملي تي شيرت مش لازمك، لا تستعملي منشفه لانه بتغلب كتير بالصبغ، بتضلها تسحل الى اخره.
لا تستعملي منشفه، استعملي تي شيرت ما بدك اياه مش لازمك لون غامق، اوكي؟ واذا بدك اياه استعملي لون اسود بالغسيل عادي ما رح يبين. اي شغله ثانيه على الايدين على الاصابع، يعني معلش بدكم تصبروا وتتحملوا شوي، بدها شيء تقريبا اسبوع لعشر ايام لتطلع الصبغه، وطبعا انتم عارفين الحنه شو بتعمل يعني. اوكي، هلا ايش احنا بنقدر نعمل بهاي الحنه غير صبغه الشعر؟ عزيزتي انت بتصلي في الشيخ عثمان، دكتور الشيخ عثمان خميس بيحكي عن المناكير اللي طلعت موضتها، اللي هي ضد اللي تقدر انك تستعمليها وتتوضي، وحكى انها اذا هي بتدخل المي مثل الحنه تقدر تستعمليها. على كل حال انا ما بوثقش في هذا الحكي. الحلو في هذا اللون تقدر تحطي منه، تحطيه كمناكير يعني تحطيه على اظافرك بيعطي لون. طبعا بدك تستعملي فرشاه رسم صغيره او علبه مناكير مش لازمتك، وبتقدري بس بدك تديري بالك تقدري تحطيها على شفايف تعطي لون بجنن. استعملي شوي طبعا برضو بريشه رسم، حطيها على شفايفك يعني مش بضل كتير، بضل تاني يوم اللون بيطلع حلو. اوكي صبايا، هلا احنا خلصنا تقريبا الخلط، رح نستنى 4 لـ5 ساعات 6 ساعات يفضل عشان تتخمر الحنة، وأورجيكم كيف بصير. برجع بعيد، لقيتيها سميكة بتحطي عليها مي بتتركيها كمان ساعتين بعدين بتصبغي. الحنة مش زي القرمز، يعني استعملتيها وزاد عندك كمية ما رح يزبط انك تصبغي فيها ولا حتى ثاني يوم، يعني بدك تتخلصي منها. اوكي، نرجع لكم كمان 5 ساعات عشان نشوف كيف صارت العجنة. على فكرة حجر القرمز 100% داب، شايفين اللون كيف؟ اوكي، غطيها بكيس بلاستيك عشان تتخمر احسن، وعشان ما حدا يعني ما يجي عليها اي شيء. غطيها بكيس بلاستيك مغلق زي كانها عجينه عاديه، واستني الـ4 ساعات. صبايا هاي بعد ما مر 6 ساعات على الخلطه، شايفين كيف صارت سميكه. طبعا الكتل بتفتفتيها تخلطيها مع الخلطة. مهم صبايا شعركم لازم يكون نظيف، يعني بتحممي شعرك بتنشفيه بتمشطي بعدين بتصبغي. اوكي، ما بزبط انك تصبغي شعرك زي الصبغة العادية، لازم الشعر يكون نظيف. بتتركيها على شعرك من 3 ساعات لـ4 ساعات اقل اشي، تمام؟ وبتغسليها، بتغسلي شعرك بالشامبو عادي، وبعد اسبوع يفضل انك تحممي شعرك، يعني بتتركي شعرك بدون اي حمام لمدة اسبوع 10 ايام او بالاحرى لحد ما شعرك يزيت عشان الصبغة ما تحل. اوكي، اول فترة اسبوع اسبوعين يعني بدنا نحكي اول شهر مبدئيا يفضل انك تحطي مفارش غامقة على المخدة عشان ما اجباري رح يحل، يعني انتوا عارفين كيف الاحمر وخاصة القرمز. اوكي، جربوا الخلطة وان شاء الله يطلع حلو وان شاء الله يعجبكم.